بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد. قبل ما أبدأ الفيديو حاب أقولكم شكراً على التعليقات الحلوة اللي وصلتني الفيديو اللي فات، فيديو التفريزات. الله يسعدكم يا رب، والله يحفظكم. كمية حب قريتها بين السطور، وأنا آسفة أنه ما قدرت أعلق عليك أرد على كل التعليقات، ولا قدرت أنه أعطي قلوب. الله العالم بس إيش كثر مشغولة، والله العالم وإيش كثر أنه دائماً أفكر أنه أجيب لكم أفكار حلوة تستفيدون منها داخل القناة. اليوم بإذن الله تعالى كذا موضوعنا كله عن الخبز، موضوع شيق وموضوع مفيد وموضوع حار. كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو جيبي حاجة علشان تشربينها، ويلا معاي نبدأ الفيديو. دائما تسألوني يا أم سارة إيش طرق تفريز الخبز، وكيف نقدر نفرزن الخبز ويطلع الخبز طازج. اليوم بإذن الله تعالى بتكلم على النقاط هذه كلها. أول حاجة راح أبدأ فيها بالخبز العادي. أنت شريتي خبز من البقالة وحابة تفرزنينه وتبغين تطلعينه طازج. شوفي، في عندنا مثل يقول طبخة طبختيها يا رفلة كوليها. خلاص؟ طيب، تفرزنين خبز بايت تبغين تاكلين خبز بايت، تفرزنين خبز طازج بتاكلين خبز طازج. حلو كذا اتفقنا؟ لازم الخبز اللي تفرزنينه بالفريزر لازم يكون الخبز طازج. اللي انت تفرزنينه بتطلعينه، تفرزنتي يابس بتطلعين يابس، تفرزنتي طازج بتطلعين طازج. يعني الخبز اللي تجيبينه لازم يكون طازج. شايفين كيف؟ زي الزبدة بالضبط. حلو؟ ويا حب لو يكون الخبز الرقيق. في بعض الخبز تجي الخبز سميكة، لا دائما نجيب الخبز اللبناني اللي يجي رقيق، يجي افضل. حلو؟ طيب اليوم باذن الله تعالى بتكلم على الخبز حق الزينه، اليوم كله تفريز يعني. فتعالوا كذا وحنا نشتغل نشوف ايش نبغى نسوي، ونبدا عاد بالطرق حقات تفريز الخبز. يلا نبدا. اول حاجه راح ابدا فيها اللي هي اني بفك الكيس، تمام؟ وابدا اطلع الخبز زي ما انتم قاعدين تشوفون، واقصقص الخبز الى 4 قطع. هذه الطريقه انا احب استخدمها إذا كنت مثلاً أبغى أسوي ملوخية وحط جنبها رغفة خبز، ما أطلع هذه الأرغفة الكاملة مع الإدامات. مثلاً أبغى أسوي إدام، أبغى ألف سندويشات، لا، ما أقصقص الخبز ولا أسوي بالطريقة هذه. الخبز يتقصقص للأكلات اللي فيها كذا، فيها أناقة، صحن ملوخية جنبها أرغفة الخبز تنحط، صينية بطاطا بالفرن جنبها أرغفة الخبز تنحط كذا. إذا بغيت يعني أحط أشياء دلع كذا على السفرة على حسب الوجبة، أوزع الخبزات، مفركة بطاطا، هذه الأشياء اللي تحتاج خبز، بس ما تحسون إنها الوجبة الأساسية هي الخبز، تمام؟ فأنا أحب إني أقصقص الخبز كذا وأحطه. أما إذا مثلاً أبغى أسوي أشياء كبيرة، أبغى أسوي مثلاً أكلات كبيرة، مثلاً إدام، ما في إدام ينوكل إلا بخبز طبعاً، لازم أخلي الخبز أرغفة كاملة زي الطريقة هذه اللي أنتم تشوفونها. بس أفك الكيس، هذا الخبزات جاهزات عندي، لا أقص ولا أسوي أي حاجة بالكيس. خلاص كذا قطعت الخبز زي ما تشوفون، شوفوا كيف طري ولين، تمام؟ الحين أبغى أجيب الأكياس هذه، مدحت لكم إياها كثير وقلت لكم أحلى من أكياس رايت، اسم الأكياس لداري، في مقاسات وفي أحجام، أنا دائما أجيب 40 عجبني صراحة، والسعر يا بنات 5 ريالات بس، وفي صحات من فوق اللي مسكاكة تلقى الأكياس هذه عند تلقى الأكياس هذه عند خط الباسم. أخذ 6 أرغفة، 1 2 3 4 5 6، تمام؟ كل 6. حلو، بحطهم بكيس وأسكر. كل 6 أرغفة بكيس بالشكل هذا، وأكمل عاد المجموعة كلها. الحين أبدأ أعبي زي ما شفتوا الأرغفة المقصوصة داخل الكيس عادي. حطي الكمية اللي أنتوا تبغينها، لو تحطين كل الرغيف بكيس واحد
انتي حرة، انا احب كذا صراحة. ليش؟ اوقات ابغى اسوي عشاء، هذا اللي عنده اطفال، للي ما تبغى تستهلك خبز كثير مثلا، تبغى تحط مثلا بس لزوجها لولدها لها هي بس، تسحب كيس واحد بس، ما تضطر انها تفك الكيس كامل وي بس، لا تسحب كيس واحد على قدهم وتعطيهم. مثلا زوجك يبغى يتعشى بالليل لحاله، تحطي له مثلا مقلاية بيض فول، تسحبين كيس واحد وتحطيه عنده، احسن ما تطلعين الكيس بكبره وتبلشون فيه. او عندك اطفالك يبغون ياكلون كذا، لقيت ان الطريقه هذه افضل واقتصاديه وموفره وما تستهلكين فيها خبز كثير، ويبقى معاك الخبز والله طازج طازج طازج. جربوها بالطريقه هذه. وخلاص كذا زي ما شفتوا غلفت كل الخبزات، حطيتهم بالاكياس اللي فيها سحاب. طيب الحين نبغى نجي للخبز اللي خليناه على الشكل الكامل، تشوفونه هذا الخبز خلاص. طيب ايش يا ام ساره راح تسوين؟ انا اوقات ابغى اسوي سندويشات، مثلا ابغى اسوي سندويشات بيض، مثلا ابغى اسوي فاهيتا، مثلا ابغى اسوي سندويشات لحم مفروم، اي نوع من السندويشات حاب اسويها اضطر انه انا احتاج رغيف كامل. طيب يا ام ساره شو تسوين بالحاله هذه؟ راح اوريكم. وهذا الخبز حقي، فيك تحطينه باي كيس انت حابتيه، وبعدين تجيبين ميه وترشين شويه داخل الكيس وبين الارغفه وتسكرين الكيس. الخبز بين الارغفه الكبيره يخلي الخبز بعد ما يطلع من الميكروويف او بعد ما يذوب يرجعوا يا بنات كانه رطب بالضبط، كانه طازج. جربوها واعتمدوها. وهذه طريقه تفريز الخبز بطريقه ناجحه 100%، تطلعين الخبز طازج. البعض، وانا كنت سابقا افرزن الخبز بدون ما ارش ميه، بس لاحظت انه بعد ما ارش ميه يطلع الخبز كانه طالع من مخبز، فهمتوا علي؟ كانك مطلعه الخبز من المخبز بالضبط، فظيع. الحين طريقه تسخين الخبز، خلاص حطيتيه بالفريزر وتبغين تطلعين بالخبز من الفريزر، كيف تسوي؟ عندك طريقتين، الطريقه الاولى تطلعين الكيس من الفريزر وتخلينه يفك على الطاوله من نفسه، خلاص فهمتي علي؟ طلعي له من الفريزر وتخلينه يفك على نفسه. الطريقه الثانيه، وهذه الطريقه اللي انا افضلها واحبها دائما، اجيب كيس ورقي، لازم ورقي يا بنات كذا بالشكل هذا حلو، افتح الكيس تمام وافك الخبز وادخل الخبز جوا الكيس، اسقط الكيس كذا للميكروويف. ما يصلح تسخنين الخبز بكيس كذا نايلو، لا قدر الله ممكن تجي سرطانات، ما نبغى هذه الحاجه نهائيا. تفكينه من الكيس وتدخلينه بالكيس الورق وبالميكروويف وطلعي واستمتعي بألف خبز كأنه طازج. افتكي من جيب خبز وات خبز، هات لنا خبز. أنا أجيب كمية صراحة، أجيب 10 أكياس 15 كيس، ماما أوقات تاخذ 20 30 كيس بالفريزر، ما لهم عمر ولا لهم صلاحية، وانسيه ومثل ما بغيت استخدميه. الطريقة هذه تنفع للخبز الأسمر وتنفع كمان للخبز الأبيض اللي هو خبز البر. أهم شيء زي ما قلت انه الخبز يكون طازج. هذه طريقة تفريز الخبز العادية. الحين تعالوا معي خلونا نسوي طريقة الخبز تبع الفتوش والتزيين، يلا خلونا نشوفها مع بعض. الحين تعالوا معي خلوني أعرفكم على قناة أم لينا، حابة أوجه لها كلامي من هنا ورسالة لها. أنتي من ألطف البنات اللي تابعوني، وأنتي من أرق وأجمل متابعيني، دائما تعليقاتها حلوة، دائما تعليقاتها محفزة، ما شاء الله أنا متأكدة متأكدة وراها تربية عظيمة، وراها إنسانة رائعة. التعليقات الحلوة هذه اللي قاعدة أقراها، الله يسعدك حبيبتي يا أم لينا. فوتوا يا بنات على قناتها، بتاخذك عالم ثاني. أنا أعلن عن القناة هذه وأنا أحس بسعادة، أنتم تشوفون معاي جمال اللي أشوفه ولا لا؟ ما شاء الله قناتها حلوة، قناتها محفزة. إيش تبغون؟ مشتريات، طبخات، تنظيفات، ترتيبات، الله يوفقها يا رب. أحب لما تجيني قناة زي كذا تمام تطلب مني إعلان. طبعا الإعلانات هذه اللي تشوفونها مدفوعة يعني، بس والله إني سعيدة لما ألقي أوقات أعلن، يعني ما أحس بسعادة عادي، بس القنوات اللي زي كذا أتفرج عليها وأنا أحس بسعادة. أكيد أكيد أنا راح أكون من متابعاتك، حتى لو ما قريت تعليق أنا راح أطق عندك اشتراك. بنات راح أخلي لكم رابط قناتها تحت في صندوق الوصف، وكمان في أول كومنت مثبت. يلا كلنا عند أم لينا تستاهل، وقولوا لها جاي من طرف أم سارة. بالتوفيق يا حبيبة قلبي. والحين أجيب الكيس الثاني وأبدأ أقطع الخبزات تمام. أول حاجة راح أبدأ فيها أني أقصقص الخبز شرايح طولية. هذه الشرايح شو تستخدم؟ الشرايح المعتادة اللي بالفتوش أو على وجه شوربة العدس أو للفتة، أي حاجة أنت حابة تقلينها
سويها بالطريقة هذه، تطلع لك كأنها طازجة. شوفوا كيف. طبعا أنا أقصقص مكعبات الخبز يعني على الحجم اللي أبغاه. في ناس بعد ما يقصقصون الخبز يفرز نونه وهو مقلي. بكل أسف لحد يسوي الطريقة هذه، لأن الزيت لما تطلعين الخبز من الفريزر وهو مقلي تذوقين فيه طعمة مرار، بيجي مرر شوي. ليش؟ لأن الخبز أطعم بالزيت. فسويها أنت بالطريقة هذه، قصقصيه عبيه بعلبة وحطيه بالفريزر، لا بغيتي طلعي وأقلي. حابة تقلينه بالقلاية الهوائية بيطلع لذيذ، حابة تقلينه بالزيت كمان راح يطلع لذيذ اللي أنت حابة. بس ها، ترى الخبز ما يطول بالقلي، خليك واقفة عند الخبز هو ينقلي بشكل عام، سواء فرزن ولا غير فرزن. الخبز من يشم ريحة النار على طول يتحمر يعني، وأول ما تشوفينه بدأ يشقر شيليه على طول، لأنه بعد ما تشيلينه من الزيت بيغمق، بيصير غامق. ولما تشوفينه ذهبي تطلعينه، لا، أول ما يبدأ ياخذ اللون الأشقر طوالي طلع الخبز، لأنه ياخذ لونه بسرعة يغمق. تمام؟ قصقصت الخبزات كذا علشان الفتوش الفتة. مرة سويت معاكم شوربة العدس، يعني الخبز هذا بيفيدك الكمية اللي انت حابتها. بس يا بنات لي طلب صغنون، لا تفرزنون الخبزات هذولا بأكياس، تمام؟ لأنك إذا فرزنتيهم بأكياس بعد ما يجمدون لو حطيتي ثقل فوق الكيس بيتكسر الخبز. لا، حطيهم بعلب محكمة الغلق، بوريكم الحين كيف. شوفوا، جبت علبة عادية، علبة شفافة، وأبدأ أحط الخبز فيها عادي. إذا حطيتيه وضغطتيه شوي ما يضر، بس أهم شيء أنك ما تحطينه بكيس علشان ما يجي فوق الثقل ويكسره. خلاص كذا، شوف المنظر خلص. الحين تعالوا معاي، خلونا نسوي الكيس الثاني. الكيس الثاني الطريقة المعتادة المعروفة، بقص الخبز اثنين وبقصها مكعبات، بس المكعبات كبيرة شوي، أكبر من مكعبات الفتوش. أخلي الرغيف كبير شوي كذا، أشيل الأطراف أو الحواف حقات الخبز، لأني أبغى المكعبات تكون مرتبة وحلوة. الحين أوريكم كيف. شوفوا، شلت الأطراف من فوق وكمان الأطراف من تحت، وأقص المكعبات كبيرة نوعا ما. طبعا الأطراف هذه أنا مرميها أكيد، برجع أقصقصها قطع صغيرة. وين أحطها؟ أرجع أحطها بالعلبة حقت الفتوش، خبز الفتوش يعني ما يضر. تمام، قصقصته كذا مكعبات صغنونة وبرجع لعلبة الفتوش وصلى الله وبارك. حلو، ينوكر يعني، لا ترمونه. برضو الطريقة هذه حقت خبز الفتوش المكعبات الصغيرة اللي ورا بالعلبة، فيكم تستخدمون الخبز البايت عادي. إذا عندك خبز بايت طول ما حد كلاه أو قرب يخرب، قصقصيه كذا وعبيه بالعلبة وحطيه عادي، الخبز البايت عادي. أما بالطريقة اللي بسويها الحين بالخبز هذا اللي أخذته بيدي، تمام، ما ينفع. تجيبين عود أسنان وتجيبين الخبز الطازج كذا، تفتحينه اثنين لأن الخبز البايت ما ينفتح. تبدين تسوين زي المروحة يوم كنا صغار نسويها، فيك تطبين المروحة اثنين يصير عندك شكل كذا زي القوس، تمام، أو زي الهواية. وفيك تسوين الفيونكة العادية، سويت أنا كذا طويتها ونكاشت أسنان وصلى الله وبارك. شوف الشكل مرة حلو. حابة أحكي لكم وأنا أشتغل كذا حكاية عجبتني. اليوم أسولف أنا وماما عن التجارة، نسولف عن العمل، نسولف عن في كلمة رائعة تقول تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني الحرة تبحث عن العمل، تسعى بأرض الله سبحانه وتعالى على العمل الشريف. أي عمل غير شريف، تمام، أي محتوى باليوتيوب غير شريف وغير صادق، هذا مو هو مبرر للجوع نهائيا. يعني لاحظ الحين بعض اليوتيوبر بأي دولة تلقون لابسة ضيق، تصور في لابسة ضيق، تصور مفاتنها مبينة وما أدري شو بحجة الحاجة، هذا مش مبرر أبدا. من القصص اللي ماما تقولها لي أول مرة أسمعها، تقول أمي ستي، أنتم عارفين إنه ماما سورية، تمام، وستي يعني أم جدتي. حلو، إيش كانت تسوي بسوريا؟ طبعا يوم كبرت بالعمر هي من الناس ما شاء الله تبارك الرحمن اللي تحب تشتغل، تحب الحركة. توفت الله يرحمها، توفت عمرها 109، فتحب تشتغل، ما تحب تقعد، تحب تتحرك. في ايش صارت تسوي؟ صارت تطلب من اولادها يجيبوا لها اكياس اسمنت، وكانوا يوصون اصحاب البنايات اذا عندكم اكياس اسمنت لا ترمونها، خلوها. شوفوا شو كانت تسوي، كانت تجيب اكياس اسمنت. تعرفون كيس اسمنت عبارة عن 3 طبقات، تشيل الطبقة اللي فوق وتشيل الطبقة اللي تحت وتاخذ الكيس اللي بالنص، تغسله بطريقة ماني عارفة إيش هي، وبعدين تجيب الخبز البايت اللي ما حد كلاه أو الخبز اللي زيد عن الهوام والدواب، تعرفون قبل عندهم مزارع، وتحطه بمي وتتم تحرك لحدات ما يصير زي الصمغ، يصير يلزق كذا.
وبعدين تحط الطاسة ومعها فرشاية وتبدأ على الخبز بعد على عفوا على الأكياس حقات اسمنت قصقصها وتسوي منها أكياس وتلزق أطراف الأكياس وتبدأ تطوي الأكياس فوق بعض لحدات ما تسوي أكياس بنية وتبدأ تبيعها على المحلات. ما شاء الله تبارك الرحمن تقول ماما قصة خير منها لما قالت بس تبيعها بسعر زهيد مو نفس المحلات اللي برا، فكانوا دائما يطلبوا منها كميات كبيرة، فكانت تحاول أنها تقطع وقتها وتمارس حاجة هي تحبها وبنفس الوقت ما قالت أنا كبيرة وعيالي يصرفون علي، لا اشتغلت واجتهدت على نفسها. يعني قصة والله العظيم شوفوا مرة كبيرة بالعمر كانت تقعد يعني إيديها كبيرة بالعمر تقعد تلزق وتغسل وتسوي، أهم شيء أنها تمارس حاجة هي تحبها هواية هي ترغبها. فدائما حث على العمل، اعملي قد ما قدرتي اعملي، دام هو عمل شريف اعملي، لا تركنين انا ما عندي. انا بشوف من امل الاكياس، من الاكياس كانت تجمع اكياس سمنت وتسوي وتبيع، حرفه بوقتها كانت تحكي وكانت مرغوبه والاكياس البنيه كانت غاليه فكانت تبيعها بسعر ارخص وكانوا الناس عليها يعني زي الذر من كثرهم ما شاء الله فكانوا يشترون منها، تخيلين. فقصة فيها العبر صراحة الكثير، أتمنى أنكم حبيتوها. الحين كذا قعدت بسوي الخبزات، سويت الفيونكات كذا زي المروحة وحطيت فيهم عود أسنان، ويا عيني على الشكل طلعوا مرة مرتبات. وتعالوا معاي الحين خلونا نشوف كيف طلعوا. طبعا عود الأسنان يا بنات قسموه اثنين عشان يوفر معاكم. خلاص شوفوني الخبزات، شايفين منظرهم حيل لطيف يا بنات. أهم شيء أهم شيء وقت تعبين الفيونكات أو البردات لا تحطي ليهم بكيس، تمام؟ إذا سويتيهم كذا لا تحطينهم بكيس لأنهم لو جمدوا حطيتي فوقهم شيء أنت كسرتيهم، تعبك كذا بيروح هباء منثورة. لا حطيهم بعلبة وبعدين حطي عليها غطاء الشكل هذا وخلاص، حطي فوقها اللي أنت حابة تحطينه. شوفوا كذا بالفريزر، ويا سلام لا بغيتي برمضان تطلعين تقلين بالزيت أو بالقلاية الهوائية. شوفوا هنا قليتها لكم، أنا فرزنت حبة أول ما بديت بعدين قليتها، شايفين شكلها؟ اسمعوا صوت القرمشة، خبز ولا تعالوا معاي خلونا نشوف كيف تنظمنا الفريزر بالخبز. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف، شوفوا لي ما شاء الله كيف مرتبين، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الخبز وهذا الخبز اللي قصصناه مربع، فيني احطه هنا عشان لو ابغى مساحة. شايفين العلب اللي عليها اغطية كيف توفر معاكم مساحة؟ شوفوا. واخر شيء تحت هنا هذا الخبز الارغفة يعني، تمام. كذا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى من كل قلبي اني اكون ضيفة خفيفة لطيفة عليكم. اذا حبيتي الفيديو حسيت انك استفدتي لايك صغير الامسارة ما يضرك بس اكيد ينفعني فضلا لا امرا. وإذا حبيتي قناتي حياك يلا عندي بالقناة وطقي عندي اشتراك. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى في يوم ثاني. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، استودعتكم الله رب العالمين.